طلاب الصف الثالث الثانوي محل تطبيقات على اسم المرة واسم الهيئة. طبعا اسم المرة هو مصدر يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، ويأتي من الفعل الثلاثي على وزن فعل، وطبعا من غير الثلاثي المصدر الصريح، ويعني مثلا زي انطلق انطلاقة. وإذا كان المصدر أصلا المصدر الصريح أصلا في تاء مربوطة زي مثلا إنارة، هنضيف له كلمة واحدة، نقول إنارة واحدة. أما اسم الهيئة فهو مصدر على وزن فعلة زي جلسة جلسة، وفي غير الثلاثي موصوفا أو يأتي بعده مضاف إيه؟ مضاف إليه. نبدأ السؤال الأول في كتابنا كتاب البرهان صفحة 111، بيقول زلزلت الأحداث كثيرا من أصحاب المبادئ، ما اسم المرة المناسب في الفعل زلزلة؟ طبعا زلزلة المصدر بتاعه زلزال أو زلزلة، طبعا ما عنديش هنا طبعا هنا، يبقى احنا هنقول زلزالة على وزن فعلانة، يبقى احنا كده بنضيف له التاء المربوطة يبقى زلزالة، يبقى احنا خدنا رقم جيم، ده اسم المرة من زلزلة. جالا الأمر بعقلي، ما اسم المرة من الفعل جانا؟ طبعا الفعل الأجوف، الأجوف يصاب منه اسم المرة على وزن فعل، جالا جولة، قال قولة، صام صوم، صان صولة، يبقى احنا بناخد رقم جيم، خدنا جولة، يبقى جالا جولة. ده كده من ايه؟ من الفعل الأجوف. أنار العلم طريقنا، طبعا طريقنا هنا مفعول به. ما اسم المرة المناسب من الفعل أنارة؟ طبعا أنارة فعل ماضي رباعي، يأتي المصدر منه على وزن أنارة إنارة، مصدر لفعل رباعي أصلا في تاء مربوطة، يبقى نضيف له كلمة واحدة، يبقى احنا خدنا إنارة واحدة، يبقى أنار العلم طريقنا إنارة واحدة، لأن المصدر الصريح أصلا في تاء مربوطة، يبقى احنا بنضيف له كلمة واحدة، يبقى واحدة نعت، وإنارة مفعول إيه؟ مفعول مطلق. أربعة، أعاد المعلم الشرح، اسم المرة من الفعل أعاد، يبقى احنا هنقول أيضا إعادة واحدة، طبعا لأن أعاد ده فعل ماضي رباعي، المصدر منه المصدر رباعي منه إعادة على وزن إفالة أو إفعلة، في الحالة دي نضيف له نضيف له كلمة واحدة، يبقى إعادة واحدة، يبقى رقم أربعة خدنا رقم د. رقم خمسة، نقل العمل الجاد البنية التحتية لمصر، من الفراغ المناسب باسم هيئة من الفعل نقل، طبعا نقل ده فعل ثلاثي، فهنقول نقلة، نقول نقلة، وطبعا اسم هيئة يبقى نقلة على وزن فعلة، وطبعا يجي يا إما اسم الهيئة نقل نقلة، طبعا هيأتي منعوتا أو مضاف إيه أو بعده مضاف إيه مضاف إليه، يبقى أنا ما ينفعش نقلة واحدة ولا نقلا ولا انتقالة، طبعا هناخد نقلة نوعية، يبقى نقلة نوعية رقم دال، يبقى خمسة خدنا رقم دال. أصاب الرامي الهدف، اسم المرة المناسب للفعل الوارد في الجملة اللي هو أصاب، طبعا أصاب مصدر أصاب فعل ماضي رباعي، المصدر بتاعه إصابة زي أقام إقامة، وأنار إنارة، وأعاد إعادة، فأنا هناخد إصابة واحدة رقم دال، يبقى أصاب إصابة واحدة عند الإتيان باسم المرة من الفعل غير الثلاثي إذا كان المصدر منتهيا بالتاء المربوطة، نضيف كلمة واحدة أو ننعته بكلمة واحدة. سبعة، بدأت الثورة التكنولوجية، وعايزين اسم مرة من بدأ، يبقى أنا هنقول بدأ اسم ايه، عايز اسم مرة بدأ
بداية، بدأ بداية على وزن ايه؟ على وزن فعل. يبقى احنا خدنا بدأ بداية. رقم 8، أصيب المريض في آخر أيام مرضه بسكتة، وعايزين نوع كلمة سكتة، فأنا هنقول سكتة على وزن فعنة، فعنة، يبقى اسم إيه؟ اسم مرة، يبقى بسكتة يبقى اسم إيه؟ اسم مرة. صفحة 112 من كتاب البرهان نقول يسر الموسر على المعسر. صوغ اسم المرة الصحيح من الفعل يسر، طبعا فعل يسر ده فعل رباعي، يبقى يسر تيسير، ونحط لها التاء المربوطة، يبقى تيسيرة، يبقى أنا هناخد يسر الموسر على المعسر تيسيرة، لأن أصلا المصدر بتاع يسر تيسير، فعل تفعيل، وفي الحالة دي مفيش أصلا تاء مربوطة، فهنحط التاء المربوطة علشان اسم مرة، يبقى تيسيرة. يبقى رقم 9، خدنا دال يسر الموسر على المعسر تيسيرة. احتدم الشجار بين الخصمين، اسم المرة من الفعل احتدم، ده فعل غير ثلاثي، نأتي بالمصدر الصريح احتدم احتدام، يبقى احتدام، احتدم احتدام، المصدر بتاعها المصدر اللي هو الخماسي، هنحط له التاء المربوطة، يبقى احتدام. خدنا رقم جيم، يحظى الطالب المتفوق بنقط عند معلميه، يبقى يحظى حظوة، اسم المرة الصحيح لملء فراغ الايه الجملة، يبقى يحظى حظوة، طبعا حظى حظوة ما ينفعش حظي، فهنا بنقول حظوة واحدة، خدنا رقم د، حظوة واحدة، لأن المصدر بتاعي هيكون في تاء مربوطة، فننعته بكلمة ايه واحدة. قال الشاعر اليوم ألسنة المدافع وحدها مقبولة الدعوات طاهرة الفم، طبعا الدعوات مفردها الدعوة، كلمة دعوة هنا اسم ايه؟ اسم مرة، نقول دعا دعوة، يبقى انا هنقول اسم ايه؟ اسم مرة، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 16، قال الشاعر يا شهيد الجهاد يا صرخة الهول اذا الخيل حمحمت في الساح، ميز نوع كلمة صرخة، طبعا صرخة على وزن فعلة، فعلة، فيبقى اسم ايه؟ اسم مرة، يبقى 13 خدنا رقم جيم. 14، يتأسى الابن بأهله فيجد في بعضهم أسوة حسنة ويأخذ منهم المشورة في كل محنة فلا تصدر منه هفوة، اسم المرة في العبارة السابقة، طبعا أسوة ما تنفعش ايه أسوة تكون اسم مرة، طبعا هي أسى أسوة، ده مصدر سماعي، مصدر سماعي، حسنة ما تنفعش، محنة، يبقى هفوة على وزن ايه؟ فعلة. لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. كم 15، التوبة الصادقة أفضل توبة، حدد نوع كلمة توبة في موضعيها بالترتيب، طبعا التوبة، طبعا تاب توبة، ده مصدر ايه؟ مصدر سماعي، يبقى احنا على طول بنطير ألف وبنطير باء، اتفضل عندي جيم، اتفضل عندي دال، مصدر سماعي ومصدر سماعي. تاني حاجة أفضل توبة، أفضل توبة، يبقى احنا هناخد مصدر سماعي في الموضعين، يبقى 15 خدنا رقم جيم، خدنا رقم جيم، مصدر سماعي في الموضعين. 16، استشارة أهل الرأي خير من الاستبداد، حدد أو اجعل المبتدأ في الجملة مصدرا دالا على المرأة، يبقى دالا على المرأة، نقول اجعل المبتدا في الجمله مصدرا دالا على المره، طبعا استشاره استشاره، هنا طبعا المصدر ينتهي بالتاء، المصدر السداسي اللي هو الصريح ينتهي بالتاء المربوطه، يبقى انا هناخد على طول نجيب نقول كده اهو استشاره واحده لاهل الراي خير، استشاره واحده لاهل الراي، لاهل الراي ايه خير، يبقى احنا خدنا رقم جيم، استشارة
واحدا. طبعا ما ينفعش اشاره ولا ينفع اشاره اهل، يبقى ولا استشاره اهل. طبعا المصدر الصريح من الفعل اذا انتهى بالتاء المربوطه واردنا الاتيان باسم المر منه ينعت بكلمه واحده. بقول ذهب، استقام، حقق. ما اسم المرة من الأفعال السابقة على الترتيب؟ ذهب، ذهب، ذهب. طبعا ذهب يبقى احنا بناخد ذهب، ما ينفعش طبعا هنا ولا ذهب واحدة ولا ذهب. وبعدين استقام، المصدر بتاعها استقامة، في الحالة دي المصدر هيكون في تاء مربوطة، فأنا بناخد كلمة كلمة واحدة علشان المصدر بتاعي بينتهي بالتاء بالتاء المربوطة، يبقى أنا بناخد استقامة واحدة في الحالة دي. يبقى احنا عندي كلمة استقامة واحدة اللي هي رقم كده، طيرنا دي وطيرنا دي، اتفضل عندي ألف واتفضل عندي جي. يبقى أنا هناخد ذهب، ذهب، واستقامة واحدة. تعال نشوف كلمة حقق، حقق، تحقيق، يبقى تحقيقة بدون كلمة واحدة، يبقى احنا خدنا رقم ألف. يبقى ذهب واستقامة واحدة وتحقيقة، ذهب واستقامة واحدة وتحقيقة. أي الجمل الآتية لا تشتمل على اسم مرة؟ أنا في المثال أولا ضرب اللاعب زميله ضربة، طبعا هنا ضربة ده كده اسم مرة، ضربة اسم مرة. قدر اللاعب، قفز اللاعب قفزة الأسد، هنا طبعا ما ينفعش ناخدها اسم اسم مرة، لأن هي جه بعدها اسم أو يعني اسم جات مضافة. انطلق اللاعب انطلاقة ده اسم مرة، صال الجيش صولة اسم مرة. يبقى الجملة التي لا تشتمل على اسم مرة هي قفز اللاعب قفزة الأسد، هنا طبعا هنا اسم هيئة، يبقى ناخد رقم 18، خدنا رقم باء 18، خدنا رقم باء، قفز اللاعب قفزة الأسد. رقم 19 من كتابنا كتاب البرهان صفحة 112 بيقول أي جمل الآتية تشتمل على اسم مرة؟ لم ينل الكسول قيد أنملة من نجاح، طبعا ما فيهاش كده مصدر، ما فيهاش اسم مرة. فمن يعمل مثقال ذرة، طبعا هنا ذرة برضه ديت اسم ديت وزن. يتناول الضيف الطعام في حجرة السفرة، طبعا دي اسم مكان. لا حد في مني نظرة إلى إلى البدء، طبعا هو ده كده اسم المر، نظرة، نظرة. 19 خدنا رقم د. رقم 20 من كتابنا كتاب البرهان صفحة 112 بيقول استعانة بخبير توصل إلى المراد، اجعل المبتدأ في الجملة السابقة اسما دالا على المر. هي نفس فكرة يعني فكرة سهلة، استعانة طبعا ده مصدر ينتهي بالتاء المربوطة، يبقى أنا هنقول استعانة واحدة، استعانة واحدة بخبير توصل إلى المراد، يبقى أنا هناخد رقم جيم، استعانة واحدة بخبير توصل إلى المراد. رقم 21 بيقول ما الجملة التي تحوي اسم هيئة من الجمل الآتية؟ أسقط الحاكم الرحيم فدية الأسرى عنهم، هنا طبعا فدية، فدا فدية ده مصدر سماع. انتشرت فرية برضو، فرى فرية مصدر سماع. ملأ الصبي قربة ماء، قربة ده كده هنعتبرها على وزن فعلة، اسم اسم آلة. ثور الحاكم سيرة العدل، هنا اسم 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 هيئة، ثور سيرة العدل، هنا طبعا جبنا على وزن فعلة، يبقى سار الحاكم سيرة العادل، هنا طبعا سار سيرة وبنجيبها منعوته
او بعدها كلمه فاء الف لام، يبقى في الحاله دي كده اسم الايه؟ اسم الهيئه. رقم 22 بيقول لك ميز الجمله التي تشتمل على اسم هيئه صحيح من الجمل الاتيه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فديه الاسرى تعليم الصحابه. هنا طبعا الفديه ده فدى فديه ده مصدر، ترك الرجل ثروه طيبه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اسم هيئه. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، طبعا دي كده اسم ايه؟ اسم هيئه. يمسك الرجل بالسبحه، السبحه دي نعتبرها مثلا ايه؟ ممكن نمشيها اسم ايه؟ اسم اله سماعي. يبقى انا هناخد اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. 22 خدنا رقم جيم ذبحه. 23 قعد استقبال سدد. ما اسماء المره من الافعال السابقه على الترتيب؟ طبعا قعد قعده، يبقى انا هناخد قعده قعده. طبعا هنا ما ينفعش قعود قعوده ولا قعده، يبقى انا هناخد ايه؟ قعده اللي هي رقم رقم ايه؟ رقم جيم. قعده قعده، بعدين استقال استقاله واحده، وبعدين سدد تسديد، يبقى تسديده، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 20 بيقول اي جمل لا تشتمل على اسم مره. اكل الصبي طعامه اكله، طبعا اسم مره. وسب الفارس وسبه الاسد، هنا طبعا ده كده وسب وسبه على وزن فعله، وبعدين الاسد جبناه مضاف اليه، يبقى ده كده اسم هيئه. تعال نكمل. اغفى الرجل اغفاء، يبقى ده اسم مره. دار محرك السياره دوره، برضو اسم ايه؟ اسم مره. يبقى احنا رقم 24 خدنا باء. وسب الفارس وسبة الاسد الكاسر، جبناها طبعا مضافه. 20 بيقول اي الجمل الاتيه تشتمل على اسم مره. المجادل لا يحيد عن راي قيد قيد شعره. يحيى المشد عالم ذره مصري، برضو دي كده ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اي حاجه. وصف الطبيب للمريض قطره لعينه. شرب الغلام من الكوب، هو عايز طبعا ما تشتمل على اسم مره، يبقى شرب، يبقى شرب الغلام من الكوب شرب على وزن ايه؟ على وزن فعل. يبقى 25 خدنا رقم د. 26 على ثغر الكاتب ابتسامه. ميز نوع كلمه ابتسامه في الجمله السابقه. ابتسام، طبعا ابتسام ده المصدر الاصلي، فاحنا نحط له التاء المربوطه، يبقى انا هنقول اسم مره من غير الثلاثي، يبقى ابتسم ابتسام، وبعدين نحط له التاء المربوطه بتاعت اسم الهيئه بتاعت اسم الايه؟ بتاعت اسم المره، يبقى ابتسامه واحده، يبقى اسم مره من غير الثلاثي. يبقى رقم 26 خدنا اسم مره من غير الثلاثي. رقم 27 سار الملك سيره السلف الصالح. منوع كلمه سيره، سيره على وزن فعله، يبقى اسم هيئه من الثلاثي، اسم هيئه من الثلاثي، خدنا رقم د. رقم 28 وقف الرجل وقفه الابطال. ميز نوع كلمه وقف في الجمله السابقه. طبعا هنا وقف وقفه، وقال الابطال يعني اتت مضافه، في الحاله ديت على طول اسم هيئه من الثلاثي. 20 دخلت مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلة المشتاق، هنا طبعا مشكلها لي، يبقى اسم ايه؟ اسم هيئة على وزن فعلة، في الحالة ديت اسم هيئة من الفعل الثلاثي. خدنا 29 خدنا رقم د. 30 من كتابنا كتاب البرهان صفحة 114 تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. ما نوع كلمة تكبيرة؟
في الجملة السابقة. طبعا كبر تكبير مصدر الفعل رباعي منضيف للتاء المربوطة، يبقى اسم مرة من غير الثلاثي، يبقى كبر تكبيرا. 30 أعاد الطالب الكتاب إعادة سريعة، ما نوع كلمة إعادة في الجملة السابقة؟ طبعا أعاد إعادة هنا يكون أعاد طبعا مصدر لفعل رباعي، وطبعا هيبقى وأعاد إعادة وجبناها سريعة يعني نعتناها، يبقى اسم مرة من الثلاثي، اسم مرة من الثلاثي، فهي كده المفروض مصدر لفعل رباعي، مصدر أصلي لفعل رباعي. بما أن الجملة التي تشتمل على اسم هيئة، لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة، طبعا دي كده اسم مرة، مرة أقام المسافر إقامة، مصدر لفعل رباعي، رب سكت أبلغ من مقالة، طبعا اسم مرة على وزن فعله، وقف الرجل وقفة الذاهب، كده جبناها على وزن فعله وجبناها مضافة، يبقى ده كده الجملة اللي اشتملت على اسم هيئة. 32 خدنا رقم د وقفة الزاهل. 33 حدد ما يلي الجملة التي لم تشتمل على اسم هيئة، طبعا وسب الرجل على عدوه ووثبة الأسد، دي كده اسم هيئة. أدى المسبوق رقعة فائتة، طبعا أدى رقعة فائتة، رقعة على وزن فعلة، يبقى ده كده اسم ايه؟ اسم مرة. سار الملك سيرة، ده كده اسم هيئة. خف الرجل لنجدة الوطن خفة الشجاع، اسم هيئة، يبقى احنا خدنا 33 خدنا رقم باء. أدى المسبوق رقعة فائتة، رقع على وزن فعلة، يعني اسم ايه؟ اسم مرة. رقم 34 بيقول لك حدد الجملة التي تحتوي على اسم مرة من الفعل استغاثة. طبعا الفعل استغاثة المصدر الصريح بتاعه استغاثة، يعني أتى به التاء المربوطة. في هذه الحالة لابد أن عند الإتيان باسم مرة منه لابد أن ينعد بكلمة واحدة، يبقى أنا هناخد استغاثة الغريق استغاثة فوقوية، طبعا هنا ده كده مصدر عادي، عند استغاثة استغاثة مصدر داسي استغاث مستغاثا، يبقى أنا هناخد استغاثة قوية، يبقى استغاثة الغريق استغاثة قوية، يبقى احنا رقم 34 خدنا جيم. رقم 35 قال الشاعر قمن الأبطال تلمس جرحهم لمسة تسيح بالطيب بنانا، لمسة على وزن فعله، لمسة على وزن فعله اسم مرة والفعل بتاعها لمسة. رقم 36 قال الشاعر وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة تتناوبها الأيام والكل زائل، طبعا فرحة وترحة، فرحة اسم مرة والفعل بتاعها فرحة وترحة، عندي اسم مرة، خدنا رقم د، فرحة على وزن فعلة، طرحة على وزن فعلة. من كتابنا كتاب البرهان، قال الشاعر كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريس ولا عجل، ميز اسم الهيئة وفعله ووزنه، طبعا مشية على وزن فعلة، مشية على وزن فعلة، وهنا مشية مشيتها الفعل بتاعها مشى
وبعدين فعله يبقى احنا خدنا رقم جيم 36، خدنا رقم جيم 38. قال الشاعر: لولا مثالك في باريس ألمحهم في طلعة البدر أو في نضرة الفنن، ما صافح النوم أجفاني ولا احتملت جوانحي ما أصار البين من شجر. بين كلمة طلعة ونضرة، طبعا طلعة على وزن ايه؟ على وزن فعلة، يبقى اسم ايه؟ على وزن فعلة. طلعت البدر طبعا هنا اسم هيئة، وطبعا نضرة مصدر ايه؟ مصدر سماعي. يبقى 38 خدنا رقم د، 38 خدنا اسم هيئة ومصدر سماعي، خدنا رقم باء. 38 خدنا باء. اللاعب في الملعب وأسقط الحكم الكرة في الملعب، طبعا صوغ من الفعلين اسم مرة، طبعا سقط اللاعب، سقط اللاعب في الملعب سقط، يبقى سقط اللاعب في الملعب سقط، أسقط إسقاط ونحط له التاء المربوطة يبقى إسقاط. رقم 40، يتأسى النشأ بذويهم، طبعا يتأسى تأسيا، يبقى أنا هنقول بذويهم تأسيا، أو طبعا هي هيبقى تأسى تأسيا، يبقى تأسية، يبقى أنا كده جبته اسم إيه؟ اسم مرة، يبقى تأسى تأسيا، ده كده المصدر الصريح، هنحط له التاء المربوطة، يبقى كده اسم إيه؟ اسم مرة من غير الثلاثي. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.